بس كلام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة فلاش سبورت، ونبدأها بأهم أخبار المباريات دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يسقط وروما يضرب بقوة. سقط نادي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في نسخة الثلاث الأخيرة من دوري أبطال أوروبا أمام سيسكا موسكو الروسي بنتيجة هدف مقابل شيء يوم أمس على ملعب لوجيني في العاصمة الروسية. وسجل الجناح الكرواتي نيكولا سالافيتش هدف المباراة الوحيد مستغل كرة حاول اللاعب الوسط الألماني توني كروز إعادتها إلى مرمى الكوستاريكي كيلو نافاس بعد مرور دقيقتين. وتصدر سيسكا ترتيب المجموعة السابعة برصد 4 نقاط بعد تعادله في المباراة الأولى مع كيفو بلاز التشيكي بفارق نقطة واحدة مع روما الإيطالي الفائز على فيكتوريا بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء. ديبالا يقود نادي يوفنتوس للانتصار مستحق على يونغ بويز. حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه يونغ بويز السويسري ب3 أهداف يوم أمس ثلاثاء ضمن المرحلة الثانية من مباراة المجموعة الثامنة لحساب دوري أبطال أوروبا. ووقع ثلاثية السيد العجوز النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35 والدقيقة 33 والدقيقة 69. أياكس أمستردام يجرح بايرن ميونخ في ميونخ. أحرج أياكس أمستردام الهولندي حامل اللقب 4 مرات بايرن ميونخ المتوج 5 مرات وعادله بنتيجة هدف مقابل هدف في عقر داره في الأليانز أرينا يوم الثلاثاء أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لحساب دوري أبطال أوروبا. وسجل لبايرن ميونخ ماتش هوملز في الدقيقة 4 في حين عدل المغربي نصر مزراوي النتيجة لأياكس في الدقيقة 22. وإلى آخر أخبارنا الرياضية لهذا اليوم، فالنسيا يزيد من متاعب يونايتد ومورينيو. زاد فالنسيا الإسبانية من ضغوطات المسلطة على مانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو بانتزاعه تعادلا ثمينا بنتيجة بدون أهداف من معقل الشياطين الحمر أولد ترافورد الثلاثاء أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لحساب دوري أبطال أوروبا. وبات اليونايتد ثانيا برصيد 4 نقاط في حين أحرز فالنسيا أولى نقاطه في هذه المجموعة. بهذا الخبر وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، نشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، كنت معكم أنا طه ميرا. مش بس كلام.